ندوزو ان شاء الله للوفة الثانية اللي هي بيتزا بالفواكه كتجي حلوة. دونك عندنا في المقادير ديال العجين عندنا 200 غرام ديال الدقيق، معلقة كبيرة ديال بودرة اللوز، معلقة كبيرة ديال بودرة الحليب، عندنا نص ساشي ديال الخميرة ديال الحلوة، عندنا قطعة ديال الزبدة بحرارة المطبخ دائما، عندنا شوية ديال الخميرة الحلوة. أنا قلت معلقة كبيرة ديال بودرة الحليب، شنو بعدها؟ نص ساشي ديال الخميرة الحلوة، وعندنا قطعة ديال الزبدة بحرارة المطبخ، عندنا واحد شوية ديال خميرة الخبز غير شي شوية مكتروش، عندنا واحد نص ساشي ديال الفاني، معلقة ديال السكر، ملح والحليب باش غنجمعو العجين. نعاود المقادير، عندنا 200 غرام ديال الدقيق أبيض فورص، عندنا معلقة كبيرة ديال بودرة اللوز، عندنا معلقة كبيرة ديال بودرة الحليب، عندنا نص ساشي ديال خميرة الحلوة، عندنا قطعة ديال الزبدة بحرارة المطبخ، عندنا القليل من خميرة ديال الخبز، نص ساشي ديال الفاني، معلقة ديال السكر، ملح وشوية ديال والحليب باش غنجمعو العجين اللي غيجمع لينا العجينة. عندنا في الكريم ديال الفخيز عندنا 4 حبات كبيرة ديال الفخيز، عندنا نصف كأس عصير ديال الليمون برتقال، عندنا معلقة صغيرة ديال النشا، سكر على حساب الذوق، حساب نوع ديال الليمون اللي استعملنا اللي يكون حامض، عندنا ملون أحمر إلا احتاجينا باش نخرج لك لاكولور الحمراء ديال بحال دايرين اون صوص طوماط. داكا راه نعاودو هادي ديال الفريز شنو فيها؟ عندنا 4 حبات كبار ديال الفخيز، عندنا نص كاس ديال عصير البرتقال، عندنا معلقة صغيرة ديال النشا، عندنا سكر على حساب الذوق، ملون أحمر، عندنا في واحد لاكخيم أخرى كخيم باتيسير عندنا كاس ديال الحليب، معلقة كبيرة ديال النشا، معلقة كبيرة ديال السكر، ونصف ياغورت فاني. فاني وي. عاود لي هاد الثانية. داكوغ، عندنا كاس ديال الحليب، معلقة كبيرة ديال النشا، معلقة كبيرة ديال السكر، ونصف ياغورت فاني. أولا نقدر نعاودو بنص ساشية ديال الفاني، غير هو إلا درنا الياغورت كيخفف لينا حتى لاكخيم، كتجي حتى لاكخيم خفيفة. دونك في التزيين غادي نحتاجو الفواكه، يعني تفاح، بنان، فخيز، كيوي، دونك لي موجود عندنا، ودوك لي الحبوب ديال الشوكولا لي بيبيت شوكولا، وشوكولا أبيض تكون محكوكة. دونك ندوزو للطريقة. الطريقة كناخدو دوك المكونات ديال العجين كنخلطوهم كامل مع بعضهم وكنجمعوه بالحليب، وكنخليوها جانبا ترتاح شوية واحد 4 ساعة هكاك، صافي كناخدوها كنطلقوها مزيان، كنقطعو دائرة، كنقطعو دائرة، داك الشوية ديال العجينة اللي بقات لينا كنقطعوها كندلكوها طويلة، كنطلقوها تكون طويلة، وكنقطعوها بحال ثلاثة ديال الشرائط، تنشدوهم كنضفرهم كنشكلو بيهم ضفيرة، كندورو ديك الضفيرة على الحرف ديال الدائرة اللي قطعنا ديال العجين، صافي كنثقبوها بالشوكة في الوسط، غير الدائرة في الوسط ما نقيسوش هذيك الضفيرة، دونك هي كتبقى في الجنب، كنثقبو ديك العجين في الوسط كندخلو الفران يطيب. من بعد حنا كندخلينو الفران كنوجدو ديك لاكخيم ديال الفخيز، كنشدو داك الفخيز كنطحنوه مزيان مع داك العصير ديال البرتقال، ونديرو على النار مع السكر والنشا، ونبداو نحركو حتى كيتخطر لينا الخليط. حنا مخلطين هذاك الخليط كنشوفو الا كانت لاكولوغ ما عطاتناش ديك لاكولوغ روج الجهدة، كنزيد شوية ديال الكولوغ احمر، سينو كانت لاكولوغ مزيانة كنكتفيو بيها، دونك ما كنزيدوش الكولوغ، صافي وكنخليوها تبرد شوية. من بعد ما نخرجو داك العجينة طرت لينا داك ديال هذا البيتزا اللي درنا، كنخرجوها كنكبو فوق منها داك لاصوص ديال الفخيز، كنكبوها كنخليوها جانبا، كنصوبو لاكخيم الاخرى، كنديرو الحليب مع السكر والنشا فوق النار، وحنا كنحركو حتى كيتخسر، كنحيدوه كنخليوه شويه يبرد، كنزيدو له داك نصف الياغورت وكنخلطو، كنديرو داك لاكخيم فوق الكريم الفخيز اللي درنا.
صافي وكنشدوا هذوك لي سخوي اللي عندنا كنقطعوهم طريفات كنديروهم من الفوق ونرشوا دوك لي بيبي ديال الشوكولا نوار ونرشوا داك الشوكولا بلون. كتجي بيتزا رائعه وفكره مزوينه بزاف وحتى هي كتجي ديرها بزاف وحتى في الشكل ديالها كتجي زوينه دونك كيتزا حلوه. كنعرف بهذه الطريقه اذا كان ممكن. مرحبا. شكرا تفضل. بالعجين بكل شيء يعني حتى العجين نقول لك كيفاش تحضرته. واخا دونك العجين كنجيو دوك المكونات ديال العجين كامله من غير الحليب حتى كنخلطوهم مزيان وحنا كنزيدو الحليب حتى كتجمع لينا العجينه. صافي كنخليوها واحد ربع ساعه ترتاح. من بعد ملي ترتاح كنطلقوها مزيان كنقطعو بشي اطار كنقطعو دائره على شكل بيتزا كنقطعو دائره كنحطوها في الانيه ديال الفرن كنشدو داكشي العجين اللي بقينا كنطلقوه بشكل طولي كتجي طويله كنقطعو ثلاثه ديال الشرائط دوك الشرائط الثلاثه كنفرهم كنشكلو بهم ضفير كندوروهم على الحاشيه ديال ديك الدائره اللي قطعنا مزيان وفي الوسط كنثقبو بشوكه كندخلو هذاك العجين الفراني يطيب. فاش هو دخلنا الفران غنوجدو له لاكخيم دالفخيز كنشدو داك الفخيز كنطحنوه مع العشا ديال البرتقال مزيان وكنديروه على النار كنزيدو ليه السكر والنشا وحنا كنحركو الا جاتنا لاكولوغ ما جاتناش ديك لاكولوغ روج كنزيدو الكولورون باش نخرجوها سينو كنكتفيو بيه ما كنزيدوهاش. من بعد ملي كتخطر لينا ديك الكخيم دالفخيز كنحيدوها كنخليوها تبرد شي شويه من بعد ما خرجنا هذاك العجين من الفرن كنكبو داك الكخيم في الوسط غير الوسط كنخليو داك الضفيره ما كنقيسوهاش فوالا كنكبو هذيك الكخيم ديال الفخاز في الوسط يعني بحال حنا بحال كنديرو صوص طوماط في البيتزا دونك تنديرو هذيك الكخيم ديال الفخاز من بعد كناخدو داك الحليب الكخيم الثانيه كناخدو هذاك الحليب كنزيدو ليه السكر والنشا كنديرو على النار كنحركو حتى كيختار كنخليه شويه يبرد كنزيدو ليه داك نص ياغورت ونخلطو مزيان ونكبو هاد الكريم الثاني على الكريم الفخاز غير ما كنوصلوش حتى الجناب باش ما نغطيوش الكريم الفخاز كتبقى باينه حمراء في الجناب يعني كتبقى ديك يعني باينه ما باش ما نغطيوهاش كامل. صافي كنشدو لي خوي اللي عندنا كنقطعوهم مربعات وكنديروهم من فوق داك الكريم وكنرشو بدوك لي بيبي شوكولا وبشوكولا بيض صافي وصحة وراحة. شكرا جزيلا أم نضال كنت متأكدة غادي تعطينا وصفات باش مازال. بارك الله فيك ربي يخليك. شكرا جزيلا بكل التوفيق وخليني دائما أسمع صوتك معنا. أكيد أكيد إن شاء الله بارك الله فيك. شكرا جزيلا بكل التوفيق. ألف شكر تحياتي سيدة أم نضال مدينة الدار البيضاء.